فاكر الصندوق ده بتاع مين؟ شكلها كده الخزنه بتاعت سليم بيه. ايوه عايز اختتنا يا ولد. ايوه مين؟ عايز اختتنا يا سلاسخه. يا ماح ده حرام. ايه في قرش ولا لا؟ انت نزلت للفلوس الميه. شجع عمر ده يا ماح. شجع عمر راح. طول عمرك غشيم. الفلوس باشت يا ماح. حد ينزل الفلوس الميه؟ انت بتضحك عليه يا صرف. ما انت نازل انت كمان بالفلوس. قول والله. اه والله يا سلاسخه. احنا اللي عومنا ال 50 جنيه يمكن يجي فايده. الحقوني يا واد. هموت. تروح جزيرة تانية؟ يا أخي قول أي جملة غير الجملة دي أنا قلتها. أيوة صح. حضرة المقدم. نعم. الظاهر مش هقدر أكمل معاكم عشان. هي بالرتب هي فرقة. قول آه آه بس. آه آه آه. إيه يا جماعة في إيه؟ إيه اللي حصل؟ مفيش حاجة عضته. فين؟ في المية. يعني إيه حاجة عضته في المية؟ إيه اللي عضني؟ كلب. كلب عضني. يعني كلب صيد لقاك في البحر طلع قرمك يعني؟ لا يا دكتورة ده كلب البحر هو اللي عضه. أيوة أيوة فعلا. كلب البحر اللي عضه وبعد ما عضه قعد يسقف كده. ايه ده؟ هو اللي سقف على قفايا؟ شفت وانت اللي ظلمتني. طب خلي بالك بقى يا اخويا ما تديش البحر ظهرك لحسن يطلع حمار البحر يرفصك. اوبا شكلها قفشتني. قلت لك بلاش الفكره دي. ايه ده؟ ايه؟ يا بس يا شباب يا بس عايزين نشوف معانا. هتساعدني يا سيدي؟ قوم بقى ما تتعبطش. خلاص اتكشفنا. لسه في نفس. ايه الشنطه دي؟ يا رب الايس بوكس ده يكون فيه ايس كريم. دي شكلها كده فيها صواريخ نوويه او تطلع شحنه مخدرات ويبقى فيها ترقيه. مبروك يا باشا. ايه دي؟ دي منطار. احنا واخد المنطاد ده معانا. وتاخدوا المنطاد ده ليه؟ ما انت معاكم منطاد تاني. ايوه صح. منطاد ده يا جماعه ده قارب نجاه. نجاه؟ نجاه الصغيره. صغيره ايه؟ دي ان المركبه بتاعت نجاه الصغيره. حتى بالاماره كانت راكباها وهي بتغني انا بعشق البحر. هي وسميكه دول محمد منير. الاثنين كانوا في المركب؟ ايوه. عشان كده غرقت بقى. يا حبيبتي دي مركب نجاه يعني قارب انقاذ. دي لما بتتلبخ بتبقى مركب كبيره ممكن تخرجنا كلنا من هنا. بس دي هنخليها اخر كارت نضحي بيه. هوبا هوبا. ايه دي؟ كل دي مسدسات؟ ما تجيبني خليه معايا. ولا انت عايز تعمل فيها العميل 007؟ ايوه جيمز بوند. جينز 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 يا جماعه ده فلير جن عشان لو في طياره معديه نضرب بالمسدس. تم واقعي ايه محتاجه فقاقه. الله ينور يا ولد حريقي. انت متخلف يا ابني. لا يا باشا انت عبيط يا حبيبي. ساعات الفلير جن ده ما بيضربش نار، في طلقه واحده بس بتضرب بتعمل اشاره ضوئيه كبيره. الله ده زي الفاير ووركس اللي في نيو ييرز. لا يا حبيبتي ده زي حفلات ليالي التلفزيون. او الحنن. الايه؟ الحنن. انت متخلف يا ابني. اللي بتاعت يلي عالترعي يا حود عمالي يلي عالترعي. بس انا التوول. انت متخلف يا ابني. انت عبيط يا حبيبي. يا حضرة الظابط. ها. معلش مع احترام لذكائك يعني. اتفضلي. لو الوقت ضربنا من المسدس دون على الطيارة، السواق اللي سايق الطيارة هيفتكر اللي احنا بنعديه، هيضرب علينا نار هو كمان. كلام مظبوط، بس ده لو بنلعب كول اوف ديوتي. بتعمل لنا فيها ابن ناس بقى وكنت بتلعب وانت صغير بالانجليزي. طب سكتوها بقى عشان ما تضايقش واحنا فلير جن هنضيعها. معلش. ايه ده؟ نانا عايشة. ده انا عايشه يا جماعه. انا عايشه. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو. تعالى يا حبيبتي تعالى. الحمد لله انك عايشه. كنت هعمل ايه من غيرك؟ كنت هبقى وحيد. هو انت لسه عايشه يا سايكوباتيه؟
والبتاع ده فيه وقفي ولا جبت اخر اخرب بيتك. اوعى يا سايكوباتيه يا معجونه بالبارانويا يا مرشوشه على البارد. حد سكت الولاد يا جماعه، قول حاجه يا ايمن. اهدي بس، خدي نفسك خدي نفسك. كنت فين لغايه دلوقتي؟ قلقتيني عليكي، اتاخرتي عليا قوي. كنا مزنوقين في الطياره، واول ما غرقت طلعونا. الحمد لله على سلامتك، الف حمد لله على السلامه. معلش يا استاذ ايمن، حضرتك تعرف الانسه دي ولا ده مجرد تعاطف؟ هي دي شيزوفرينيه اللي البيله قاها منبوعه في قروانه عقد كده مكتله، وعلى فكره مرشوشه دواخل برضو. يا وليه اللي شبه سلطعون البحر، اقسم بالله فوق اللي انا فيه وهنزل شبشبي فوق دماغك. ده انا هضربك على سلطعون قفاكي وسلطعك على عينيكي. اسمع عينيكي يا حبيبتي، انت وهي كفايه خناق. بس خلاص. ايه فيش اي احترام لوجودي؟ نعم. اهدي بس بعد اذنك يعني عشان اعصابك. كنت يا نانا مش كده، انت عارفه انا لما ازعل زعلي وحش قوي. اهدي كده واسير الشر وقولي يا شر اشطر يا حبيبتي. عن اذنكم يا جماعه. طب انا قوي يا انا حواليك اللي اشطر على اصوله، عارف اللي اشطر الكبير؟ اسمه قالها برضه اسير الشر. معلش يا حبيبتي ما تزعليش، بس انا عايزه اقول لك على حاجه. انا مش عايزه نار الغيره تاكل في انسانيتك. روحي عالجيها، روحي عشان يعرف اللي انت احسن منها. يلا ادي واجبك يا دكتوره. والنبي شكلها تعبان بجد، ينوبك فيها ثواب دي قد بنتك. خلاص خلاص، شكلها بيصلبط ولا تعبانه ولا حاجه. ده عبانات بالظبط، شكلها اصلا تقلت في الشرب. شرب شرب ميه البحر. ايه يا حبيبتي مالك؟ هتعملي حمام ولا الواد هينزل؟ البنت لا البنت مش هتنزل، انا عايزه اقتلها. دلوقتي احنا قسمنا الاكل والشرب اللي كان في الطياره بيننا وبين اخواتنا الصينيين بالعدل. نصيبنا هيبقى مع الانسه عتاب، وهيبقى مسؤوليتها هتخزنه في المكان اللي بيناموا فيه الستات. انا متشكره قوي يا حضره الضابط على الثقه دي. بما ان كلنا اسره واحده، انا عايزه اطلب منكم حاجه، انكم تدعوا لي اللي انا بادي المسؤوليه واشرفكم واشربكم. اخيرا الشنط وصلت. معلش يا باشا، هو بس كان في عطل في السير. في ايه يا حوية؟ في السير. في السير. طب سير من هنا قبل ما تعصب. يلا يا جماعه، اللي ليه شنطه يجي ياخدها، بس لو سمحت يجيب معاه التيكت علشان نتاكد انها شنطته. احنا عارفين الحركات اللي بتحصل كويس. الحمد لله لقيت شنطتي. المال الحلال ما بيروحش. تعال هنا. مال ايه؟ مال حلال ايه؟ ايه الحلال؟ انت عشان لقيتها لون وشك تبقى دي شنطتك؟ ايوه شنطتي. اخرس، انت شنطتك نظيفه كده؟ سيب دي. حاضر، يبقى انا اتلخبطت، انا اسف. ايه الديب فريزر؟ اهي شنطتي اهي. يا ابني ما تخليش ازعل منك بقى. دي شنطتي، دي ودي شنطي. شنطك انت هتلاقي ريحتها فسيخ، رينجا، بامبوزي، حاجه غريبه كده. حط الشنطه. حاضر. يبقى دي طياره السعوديه، انا اسف. انت عارف دي بكام؟ بكام يعني؟ حوالي 7000 8000 جنيه استرليني. ايه تحويشه عمرك كله في الشنطه دي؟ لا في دي. مش دي شنطتك يا نانا؟ اه والله يا حبيبي هي فعلا. يا بلدينا لو سمحت يا بلدينا الشنطه، والنبي لو سمحت. انا يا باشا تعالى يا محس. بينك جايب لها شنطه بينك. فاكر اخر هديه جبتها لي في عيد جوازنا كانت ايه؟ مخرطه ملوخيه. يا ذات المخ الرهابي العصابي يا احمق. عشان الناس نقمت يا ست المخرطة. لو سمحتوا يا جماعه انا عندي سؤال. الشنط بقى الكتير اللي مالهاش صاحب دي هنعمل ايه فيها؟ لا مؤاخذه هنسيبها لحد لما يبان لها صاحب. ونسيبها ليه؟ مش ممكن يكون فيها اكل ولا شرب ولا صن بلوك ولا تانينج اويل؟ يا جماعه انا ميس ايجيبت بشرتي باظت. بالمنطق كده يا ميس ايجيبت، لو كان الشنط فيها زيت كانت هتلاقي الشنطه مزيته. يا جماعه احنا ممكن نلاقي في الشنط دي حد ينقذنا. حد ينقذنا جوه الشنطه؟ طب ما انقذ نفسه ليه وخرج من الشنطه؟ ما يمكن السوسته زنقه عليه ولا حاجه. بس حضره الضابط عنده حق، الشنط دي مش هنقرب لها لحد ما يبان لها صاحب. خلاص الكلمه اتقالت. لما يبقى يبان لها صاحب بقى. ايه يا استاذ اللي هتعمله ده؟ فاكر ان انت على عادة بس يا همج واكون شويه ضرب نار، انت فوق في العيد. اسمعوا النهايه بقى، الشنط دي هتفضل مقفولة زي ما هي،
وهنسلمها لاصحابها حتى لو على جثثنا.